وما يعرف هذا الشيء، وهذا منشأ انه ذهن مو طبيعي، يعني عقله مو طبيعي، مو عقل اعتيادي مثل عقول الناس الاخرين حتى تجرى عليه نفس القوانين ونفس القواعد اللي تجرى عليها عقول الاخرين. ولذا هاي القواعد والقوانين اللي تجرى عليها عقول الاخرين في التفكير هي قواعد خاصه بالعقول الطبيعيه، اما العقول غير الطبيعيه المتخلفه والناقصه فلا تجري عليها هذه القواعد وهذه القوانين في التفكير. الامر الاخر والسبب الاخر هو سلامه الحواس. شلون يعني سلامه الحواس؟ احنا قلنا الحواس في الواقع فرد نافذ الانسان على العالم الخارجي، والنافذة هذه هي أول من يستخدمها الإنسان حينما يولد في الأرض، ولذلك يصير واثق في الإنسان بتجميع الصور والأفكار والمعلومات، وبعد ذلك يتطور الإنسان فكريا وعقليا. هذا الحواس إذا كان مثلا الإنسان أجاركم الله مصاب في سقم، في مثلا حاسة من حواس نفترض أعمى مثلا، أو مثلا ما يسمع أو أبكم إلى آخره، أو فاقد العقل حاسة التذوق أو حاسة الشم، كثير من الأشياء ما يتصورها وإن كانت أشياء بديهية. يعني نفترض فرد واحد بصير، هذا البصير فد شيء أمامه مثلا ما يدرك وجوده أصلا إلا أنت تحكي له تقول له فلان شيء موجود، فإذا هذا البصير عدم إدراكه لهذا الشيء مو لأن إدراك هذا الشيء غير بديهي، لا، وإنما لأن هذا الإنسان القناة الطبيعية الواسطة الطبيعية لإدراكه لهذا الشيء وهي الإحساس. الواسطة الطبيعية بين الإنسان وبين هذا العالم الخارجي هي الحس، هي عينه مثلا اللي من خلالها يجمع هذه الصور اللي موجودة، هذه العين مغلقة، هذه الواسطة لا ما يمكنها أن يستخدمها. ليش ما يمكنها أن يستخدمها؟ لأنها بها خلل وضعها غير طبيعي، فعندئذ هذا تخفى عليه كثير من الأشياء. ولذلك اللي يعيش حالة سقم في حواسه، يعني اللي حواسه معطلة، قد تخفى عليه الكثير من البديهيات المحسوسات ما راح يدركها. يعني نار افترض مشتعلة أمامه ما راح يدركها إلا قد يكون تجي حرارتها مثلا، ما راح يدركها بعينه، ما راح يدركها حواسه الأخرى. أو الإنسان اللي فاقد حاسة الشم ما راح مثلا يدرك وجود الرائحة الطيبة أو الرائحة الغير طيبة، مع أنه إدراك لهذه الأشياء إدراك بديهي إلى آخره. إذا لابد من أن تكون الحواس سالمة لكي يدرك الإنسان البديهية التي تدرك من خلال الحواس. الأمر الآخر هو فقدان الشبه. شنو يعني فقدان الشبه؟ أحيانا الإنسان يتربى في جو فكري، الجو الفكري منحرف. هذا الجو الفكري المنحرف بدلا من أن يكون عقل الإنسان عقل طبيعي ويجري وفق القواعد والقوانين الطبيعية، عقل الإنسان يتعرض إلى عملية تخريب في الواقع. هاي عملية التخريب تنتج سقم في عقل الإنسان، ولذلك هذا راح يصير عنده شبهات في ذهنه، وراح يصير عنده كثير من العوائق في ذهنه تحول دون إدراك الإنسان لكثير من القضايا اللي هي في واقعها بديهية، من قبيل الشبهات اللي موجودة في أذهان بعض المتعلمين أو بعض أنصاف المتعلمين اللي يناقشون أحيانا في أوضح الواضحات وفي البديهيات، أو من قبيل الشبهات اللي حصلت في أذهان بعض العلماء في تاريخنا الإسلامي. في التاريخ الإسلامي نشأت فرقة من فرق الإسلام، هذه الفرقة قالت بوجود، يعني هؤلاء قالوا بوجود شيء بين الوجود وبين العدم. من المعلوم بداهة أنه الشيء إما موجود أو معدوم، هذا الكتاب أما أن يكون موجود هنا أو ما موجود، أما فر الشيء بالوسط هو لا موجود ولا معدوم، هذا فر الشيء غير متعقل في الواقع وبداهة باطل، يعني يستحيل أن تكون للشيء ثالثة حالة ثالثة. الشيء له ليس له إلا حالتين، حالة وجود وحالة عدم. أما يجي فرد واحد يقول لك لا، أنه الشيء له حالة ثالثة، يا بشنو الحالة الثالثة للشيء؟ قال الشيء يمكن أن ترفع وجوده ويمكن أن ترفع عدمه، يعني لا معدوم ولا موجود، لكن شنو؟ لكن أكو حالة وسطى. شنو الحالة الوسطى؟ هي الحال. هذه في الواقع الشبهة التي جعلت هؤلاء يخالفون بداهة العقل منشأها تربية عقلية فاسدة وجو عقلي فاسد. جو العقل الفاسد الغير الطبيعي اللي عاشت به هذه الجماعة من الناس
أدت إلى هذه النتيجة مثلا، أو أنه الاتجاه اللي ظهر في الفلسفة قديما، الاتجاه الذي ينكر الواقع الموضوعي للأشياء، مالك اتجاه في الفلسفة الاتجاه المثالي يرى أنه لا توجد هنالك حقيقة موضوعية للأشياء، وإنما كل ما في الكون وهم وخيال ورسوم في المرايا وظلال، يعني كل شيء موجود في الدنيا ما إلى واقع موضوعي، وإنما ليس هي إلا صور. هذا اللي ينكر الواقع الموضوعي للأشياء، اللي ينكر وجود الأشياء الخارجية، ظلال وظلال وظلال. أنا قلت ظلال وظلال، هي يقول ظلال وظلال، لا ظل يعني من الظلمة، من الظلمة. هؤلاء الذين ينكرون أوضح الواضحات، يعني ينكر الواقع الموضوع للأشياء، ينكر وجود أشياء بالخارج، هذا واقعا ينكر البديهيات، لأنه إدراك الأشياء اللي موجودة بالخارج ما يحتاج إلى تأمل وما يحتاج إلى تفكير، إدراك بديهي. إنكار لهذه البديهيات شنو منشأة؟ إنكار لهذه البديهيات في الواقع منشأة خلق جو عقل فاسد عاش به هو، وشبهات حصلت في عقله، الشبهات اللي حصلت في عقله أدت به إلى هذه النتيجة، وهذه النتيجة التي جعلته أن ينكر هذه البديهيات، مع أن إدراك هذه البديهيات أصلا لا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى تفكير، ولكنه أنكر الواقع الموضوعي على أساس هذه الشبهات التي حصلت. فإذا لابد من أن يكون الذهن خالي من تلك الشبهات التي تكون عائقا تحول بين الإنسان وبين إدراكه للبديهيات، حتى يتفنى لهذا الإنسان إدراك البديهيات. وإلا لو كانت هذه الشبهات موجودة في عقل الإنسان فسوف لن يدرك الإنسان كثير من البديهيات. السبب الآخر عملية غير عقلية. شنو عملية غير عقلية؟ يعني احنا العمليات اللي نقوم بها في إدراكنا للأشياء نوعين، نوع العمليات اللي نقوم بها في إدراكنا للأشياء عملية عقلية، يعني انت تفكر، مثل ما قلنا فرد واحد يقول لك يابا، تقول له فرد واحد طبيب يجي مثلا يقول له هذا مرض تدرن شنو سببه، يقول لك سببه عصيات كوف مثلا، عصيات كوف شنو، يقول لك هذه فرد بكتيريا، فتشي مواصفات، يحكي لك عن فرد مقدار، يجوز يحكي لك عن فرد ربع ساعة نص ساعة، يلا انت تصير صورة لهذه البكتيريا فيها. هذه حالة، هذه عملية عقلية، انت بالتأمل والتفكير يلا قدرت ان تدرك هذا الشيء. مرة اخرى وقلنا مثل هذا التصور تصور نظري مو بديهي. مرة اخرى لا، انت تجري عملية غير عقلية من اجل ان تدرك الشيء، فهل تحول هذه العملية الغير العقلية الشيء من بديهي الى غير بديهي؟ شلون عملية غير عقلية؟ مثلا لنفترض انت مثلا كنت قاعد في هذا المكان، اكو فرد موجود، اكو ثقب موجود بالارض، جحر موجود بالارض، اجى فرد شيء ودخل في هذا، كان اكو ظلام هم، انت شفت فرد شيء دخل، انت اصلا متميز، لو سألك واحد قال لك يا شنو دخل بهذا؟ يقول له والله ما اعرف، يقول لك خلينا نشوف شنو دخل بهذا، فانت تجيب فاس مثلا او تجيب مسحة وتبدي تحفر انت وهذا الآب، مدة 3-4 ساعات تدقون يلا وصلتوا إلى هذا، لقيتوا هذا مثلا طير، فرضنا طير مع الدجاج عصفور، أو لقيتوا فأرة، هذا جريدي، أي حيوان من الحيوانات، أي شيء من الأشياء. أنت الآن من أدركت شفت هذا طير، شفت هذا مثلا حمامة، أي من شفتها حمامة، هذا إدراكك إلها إدراك بديهي لو إدراك نظري، إدراك بديهي. زين انت هذا الشغل اللي استهلكته وين راح؟ مو قلنا العمليه الادراك الاشياء البديهيه يكون ما يسبق فرد عناء وسبق فرد، نقول هذا العناء والعمل اللي سبقه مو عمل عقلي، هذا عمل بدني، تدق تحفر حتى توصل تدرك هذا. فالعناء اللي هذا اللي بذلته والجهد اللي استهلكته في الواقع هو جهد وعناء غير عقلي، وانما هو عناء بدني وجهد بدني. ولذلك أنت حينما تدرك هذا الشيء إدراكك لهذا الشيء لا يخرج هذا الشيء من كونه بديهي إلى غير بديهي، لأن المقدمة التي سبقت هذا الشيء هي مقدمة غير عقلية، والعملية التي سبقت هذا الشيء عملية غير عقلية. أكو بعض المصطلحات هنا، وهي يقول قول المصنف